مشاهدينا بقى نروح للشعر والشق الأدبي. مسابقة النخلة بألسنة الشعراء هي مسابقة شعرية بتنظمها دولة الإمارات، والأمانة العامة للجائزة أعلنت عن أسماء الفائزين بعد مشاركة 19 دولة عربية. الشاعرة المصرية وئام عصام ربيع فازت بالمركز الأول عن قصيدتها بعنوان في بيتنا عامة. معنا دلوقتي الشاعرة وئام عبر زوم. طبعا بنرحب بيك يا أستاذة وئام، وألف مليون مبروك طبعا على الجائزة. الله يبارك فيك، شكرا لحضرتك. طبعا سعداء بوجودك معنا، والشق الأدبي ده أعتقد أنه هو روح المجتمع، ولو مش موجود بيكون عندنا أزمة كبيرة جدا. فمبدئيا عايز قبل ما أتكلم عن مشوارك الأدبي، عايز أتكلم على المسابقة وقيمة المسابقة بالنسبة للشعر. تمام. المسابقة دي هي مسابقة النخلة بألسنة الشعراء. دي مسابقة بتتعمل كل سنة، ودي الدورة رقم 6 ليها، تابعة لجائزة خليفة الدولية بدولة الإمارات في إمارة أبوظبي. المسابقة دي بتبقى عبارة عن قصيدة بتتكتب في وصف النخلة واستخداماتها في حياتنا اليومية. والجائزة دي يعني تعتبر جائزة دولية على مستوى الوطن العربي، طبعا بتتعمل في فئة الشعر الفصيح وفئة الشعر النبط. ممتاز جدا. حضرتك كنت مشاركة في فئة الشعر الفصيح؟ بالضبط، فئة الشعر الفصيح. تمام. في بيتنا عامة دي القصيدة اللي حضرتك يعني فزتي من خلالها بالمركز الأول. تمام بالضبط. إيه اللي حضرتك شايفاه ميز هذه القصيدة عشان تكون رقم واحد من بين كل المتسابقين وتنال هذه الجائزة اللي احنا طبعا أكيد وحضرتك بتتشرفي بيها؟ والله مش عارفة بالضبط أقول لك، يعني كل لجنة التحكيم بيبقى عندها طريقة تفكير معينة في اختيارها للقصائد الفائزة. أنا بالنسبة لي يمكن أكتر حاجة لجنة التحكيم يمكن بتحب أو بتميز بيها القصائد هو دايما الخيال أو الصور المستخدمة دايما في القصائد. يعني القصيدة بتتكلم بشكل عاطفي شوية عن النخلة، عن حبنا ليها، ارتباطنا بيها. فكرة في بيتنا عامة، يعني العامة دي اللي هي النخلة، لأن في حديث بيقول أكرموا عامتكم النخلة، فجاء من هنا اسم القصيدة، يعني إن هي النخلة تعتبر عامة لينا للبني آدم. يعني هي كويس إن احنا وضحنا بقى، ممكن حد يفكر عامة يعني اللي هي الشخص، ولكن المقصود حاجة تانية. التداخل ده بيحصل مع ناس كتير جدا. بيفتكروا فعلا ان العامة دي انا بقصد بتكلم عن شخص يعني، لكن لا، هي فعلا النخلة اللي اسمها كده فعلا بالنسبة لنا احنا، عامة الارض او عامتنا. فاحنا كتبت القصيدة دي بتتكلم عن النخلة ان هي عامة وفي ارتباط عاطفي بيننا وبينها، وازاي قد ايه هي في جماليات حتى في شكلها وفي زرعتها، وبعد كده استخداماتها يعني كتيرة جدا بشكل مش طبيعي. يعني أنا نفسي قبل ما أكتب القصيدة كنت متخيلة يعني إن هلاقي استخدام اتنين، لا، لقيت إن النخلة كل شيء فيها بيستخدم استخدام غير طبيعي في حياتنا يعني. فيمكن القصيدة كانت شاملة ده، شاملة الوصف بتاع النخلة، شاملة استخداماتها في حياتنا اليومية، وكل ده بالتعبير بالصور مش بشكل مباشر طبعا. فاكيد ده اللي خلى لجنه التحكيم تقدر القصيده عن باقي القصائد. طيب هل النخله هي العنوان الرئيسي للمسابقه في كل الاحوال بالنسبه لكل الشعراء؟ في المسابقه دي المسابقه دي اسمها النخله بألسنه الشعراء. فكل القصائد بتبقى بس عن وصف النخله، فكل الدورات اللي فاتت يعني من الدوره الاولى للدوره السادسه كل القصائد المشاركه بتبقى قصائد ليها علاقه بس بالنخله ووصف النخله. ممكن حد يشوف وصف النخلة ده ممكن يكون صعب شوية، لو حد بيوصف الطبيعة بيوصف الحال بشكل عام ممكن الدنيا تكون أسهل حبتين، ولكن النخلة تحديدا يعني ما أعتقدش ناس كتير بتروح للفكرة إن هي تكتب عن النخلة في كل الأحوال. صحيح، ودي الحاجة اللي خلتني حابة جدا أن أشارك في المسابقة دي. يعني إحنا في الفترة الأخيرة بالذات لما بنتكلم دايما في أندية الأدب وبنتكلم في اللقاءات والندوات الأدبية، بنلاقي إن إحنا عندنا كشعراء حاجة كده إن ما عندناش مواضيع جديدة نكتب فيها، كتبنا في كل حاجة تقريبا، فعايزين نتحدى نفسنا في حاجة جديدة نكون ما كتبناش فيها قبل كده. فأنا أول مرة قريت عن المسابقة استغربت الموضوع جدا، يعني أكتب عن النخلة وحسيت الموضوع محدود وإن أنا ما عنديش حاجة أتكلم فيها وهقول إيه عن النخلة. بس بعد كده قلت لا، طب ليه ما اتحدى نفسي واكتب حاجه بتتكلم عن النخله، مع موضوع جديد احنا عمالين ندور على موضوع جديد او حاجه كده نتكلم فيها. فقلت ليه اكتب عن النخله، وبعدين فعلا لما بحثت لقيت ان في ناس كتير كاتبه في وصف النخله، يعني احنا مش اول حد. ولقيت ان حتى في قصايد قديمه لابو المايس وكده مكتوبه عن وصف النخله. ولما عملت بحث عن الموضوع لقيت قد ايه فعلا لما بتقعد تفكر في كل حاجه ليها علاقه بالنخله تحس ان فعلا كل حاجه فيها تقدر توصفها بطريقه معينه. يعني السعف ليه وصف معين، الجذوع ليها وصف معين، وارتباطنا بيها
العاطفي، كل دي حاجات اكيد هتولد معاك. طب قولي لي يا استاذه ويام، انت اخذتي النخله من المنظور العام ولا يعني مسكتي بعض الاجزاء فيها واتكلمتي عنها؟ ايه المنظور اللي انت من خلاله بداتي تكتبي القصيده بتاعتك؟ اللي هو العاطفي زي ما قلنا ارتباطنا بيها، ارتباط مثلا في ارتباط حتى ليه علاقة بآيات في القرآن وآيات، وارتباط مثلا السيدة مريم بالنخلة طبعا معروف. وبعد كده طبعا منظور التاني منظور الوصف ليها، الوصف الخارجي لشكلها، وان ممكن تشوفها بشكل مختلف عن الشكل المعتاد احنا بنشوف النخلة بيه. وبعد كده المنظور الثالث بقى اللي هو منظور النخلة بقى لو هي مثلا موجودة في بيتنا، لأن ده العنوان بقى في بيتنا عامة. طيب لو هي موجودة في بيتنا، هي موجودة في إيه في بيتنا؟ فده المنظور بقى الثالث بقى اللي كان في آخر أبيات القصيدة، هي إيه في البيت بقى؟ هتلاقيها موجودة في الحبال، موجودة في الأكل، موجودة في حاجات كتير في حياتنا، حتى في البيوت البسيطة ممكن يكونوا مغطيين بيتهم بجذوع النخل، بسعف النخل، يعني استخدامات كتير جدا. ف متشوقين والله، يعني متشوقين نسمع يعني بعض القصائد كده من او بعض الابيات من القصيده اللي حضرتك كتبتيها. تمام، نقول لحضرتك. في بيتنا عامه صارت على وجل تنادي مريم، فمددت كف الظل تفترش الخلاء، واجاءها طرق المخاض فاقلقت جذعا، فاغرق حجرها رطب العطاء. يا عمتي أنا في الظلال ربيبة، إذ ملت قلت سجدت شكرا أو رجاء، فلعبت فوق الجذع لم تتبرمي، وسمعت ذكري في صلاتك والدعاء، وجذورك الأقدام تسبح في الثرى، قدم على ماء ورأس في السماء، سعف سعف جدائله يغازلها الهوى بصفيره، فطويتها بندى الحياء، فبدوت طيرا لملمت ريشاتها خجلا، تقاوم أن تميل مع الغناء. ثقلت حمولك، ثقلت حمولك، مال طلعك باثقا باللؤلؤ المنضود في رحم القناء، أضحى بنور الشمس عقد زمرد، أمسى يواقيتا فخضبت السناء. ده جزء منها. الله عليك، الله عليك. لا جميل والله. احنا بقى لنا قد ايه بنكتب شعر بقى يا استاذه ويام؟ يعني مسيرتك الشعريه بقى مش عارف، ما اقدرش اقول بالظبط من امتى، بس هو ممكن نقول بشكل احترافي قوي يعني. بشكل احترافي من 5-6 سنين، لان الموضوع بدا معايا من وانا طفله صغيره، يعني كان في كده حاجات صغيره بدائيه، بس ما كانش لسه طبعا محطوطه في اطارها الصحيح، لسه الالفاظ، لسه الوزن، حاجات كتير ما كانتش مظبوطه طبعا. انما الاحترافي بجد ممكن هو من 5-6 سنين بكتير يعني. طيب بالنسبه لدراستك، هل هي مرتبطه بالادب والشعر؟ خالص. انا اصلا دكتوره صيدلانيه اصلا. والله ما شاء الله. وبعمل عادي في عملي كدكتوره صيدلانيه، ولكن الشعر بالنسبه لي كان حاجه معايا من وانا صغيره. فبعد ما اتخرجت بقى وخلصت واشتغلت كله، بدات بقى ارجع تاني للشعر، للكتابه، اللغه، اتعلم طبعا اللغه، اتعلم من عرقود، واتعلمت على يد استاذ زبار، استاذ عندنا هنا في جامعه الازهر، استاذ صابر عبد الكريم، دكتور صابر عبد الكريم، علمني العروض والنحو، ربنا يكرمه يعني، ساعدني كتير. فلان انا ما عنديش طبعا يعني النحو والعروض ما اتعلمتوش طبعا في دراستي، دراستي كلها كانت دراسه علميه يعني في الصيدله. فعشان كده بدات متاخر شويه، لان انا بدات بعد ما اتخرجت اتعلم وابدا اكتب. طبعا وقت الدراسه كان للدراسه فقط، وبعد العمل بقى بدات شويه يبقى عندي وقت للموضوع. لا ان شاء الله يا رب كده تكوني متوفقه في الشق العلمي والشق الادبي، والجائزه دي تكون بدايه خير عليك ان شاء الله، ونتشرف بيكي دايما كده وانت محققه مراكز محترمه رافعه بيها اسمك واسم مصر في كل الاحوال. شكرا لحضرتك جدا. مشكورك يا فندم، شكرا جزيلا، والف مليون مبروك مره ثانيه الشعره المصريه وقام عصام ربيع الفايزه بالمركز الاول عن قصيدتها بعنوان في بيتنا عامه. وطبعا دي مسابقة النخلة بألسنة الشعراء، المسابقة الشعرية اللي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.